في كنيسة البشارة في الناصرة تم الاحتفال بقداس شكر من أجل إعلان قداسة شارل دي فوكو، لحظات فرح عظيمة لكل الكنيسة ولكن بشكل خاص للكنيسة المحلية. بهذه المناسبة تم إطلاق العديد من المبادرات الروحية المتنوعة كساعات صلاة وسجود أمام سر القربان الأقدس على مثال رجل الله هذا كما اعتاد في حياته الأرضية. جميل جدا أن نجتمع اليوم لنحتفل معا بقديس كان عاشقا ليسوع والذي كان يسعى دائما أن يسير على خطى الرب، وبفضل ذلك أصبح أخا للجميع. لقد عاش شارل دي فوكو 3 سنوات هنا في الناصرة في دير الراهبات لكلاريس. كان يقوم بأعمال صغيرة في الحقل ويصنع تذكارات للحجاج. إن الأخوات قد استقبلنا شارل دي فوكو ليساعدنه. إن الأم ميكايلا رئيسة الدير في ذلك الوقت قدمت له مكانا صغيرا ليبني له كوخا صغيرا جدا ليقيم وليصلي فيه باحثا عن الحقيقة. على مدخل الدير يوجد متحف صغير يحتضن بضع حاجيات القديس. المصلوب الذي أهدته إياه رئيسة الدير أيقونة كان قد صنعها بيديه وأجزاء من منزله. كان رجلا يهتم فقط بالأمور الجوهرية، ولكنه أيضا كان مثالا حيا للأخوة العالمية. لم تكن الأخوة بالنسبة له هي أمر عام مبني على مشاعره الطيبة، إنما أخوة متجذرة ومبنية على محبة المسيح التي شرعت أمامه أفقا واسعا للقاء كل شخص بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه. إن جماعة شارل دي فوكو في الناصرة جماعة تتحدث لغة بساطة الحياة، مكرسة للصلاة وفعل الخير للآخرين، تنام لساعات قليلة، تصلي كثيرا، وتفعل الكثير لأجل هذه الأرض. مع مرور الوقت شهرا تلو آخر اكتشفت أن رغبة شارل دي فوكو هي في عيش حياة يسوع هنا في الناصرة ليحيا حياة مخفية صامتة تأملية مع الفقراء والمتروكين والمهمشين. Poteva viverla ovunque e allora sceglierà di viverla in mezzo a quelle persone che lui considerava più abbandonate. تمثل السنوات التي قضاها في الأرض المقدسة نقطة تحول، ليس فقط بسبب صفحات الإنجيل التي خاطبته، ولكن أيضا لنضوج دعوته الكهنوتية، خاصة في الوقت الذي عاش فيه في القدس في دير راهبات الكلاريس. ها نحن هنا في صالون دير لكلاريس في القدس، وهو المكان الأول العزيز جداً على شارل دي فوكو الذي ما زلنا نحتفظ به. كان في الأصل الكنيسة المؤقتة للدير عند تأسيسه، والذي عرفه الأب شارل دي فوكو عند وصوله إلى القدس. خلال إقامته 3 سنوات في الناصرة زار القدس 4 مرات. يرتبط حضوره ارتباطا وثيقا بشخصية الأم مؤسستنا في دير الناصرة والقدس، الأم إليزابيث الجلجلة، التي أرادت مقابلته لأن الأخبار جاءت من الناصرة بأن لديها ضيفا شخصية جديدة. استقبلته في دار الضيافة. كان بسيطا جدا متواضعا، ولكن في نفس الوقت قالوا إنه كان قديسا أرادت الأم الرئيسة التعرف عليه. لدينا قديس في البيت، إن هذه الكلمات خرجت من قلبي ومن فيه الأم إليزابيث للجلجلة مواجهة إياها للراهبات بعد أن قابلته لأول مرة في صالون الدير. خلال 5 أشهر أو أكثر قليلاً هي الفترة التي عاشها في القدس نضخ خلالها دعوته وقراره ليكون كاهناً، إذ كتب بأنه لا يجد نفسه أهلاً لهذه الدعوة المقدسة. بمناسبة تقديس شارل دي فوكو نظمت الجماعة الأورشليمية وراهبات يسوع الصغيرات سهرة صلاة في دير راهبات لكلاريس في القدس، وتبعها معرض لمجموعة من الأشياء التي صنعها القديس أثناء إقامته في الدير. لقد ترك شارل دي فوكو إرثا أدبيا عظيما، بالإضافة للرسائل أكثر من 12,000 صفحة من الملاحظات والرسومات والبطاقات والعديد من الأشياء الأخرى، إلى أن اختفى صامتا في الصحراء الإفريقية.